مجلس اعضاء کا باقاعدہ آغاز قرآن کی مختصر سی آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم بلندر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتا من الضعف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت انظر اليه واذا وجهه يتلالا كانه البدر في ليله تمامه وكما عليه الصلاه فما كانت اللساته واذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني فسمرة فؤادي فقال يا أمه إني شم إنك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت اللساتا وإذا بولي الغيب ولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أمه إني شم لك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من افتره الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء
فاقبل عند ذلك ابو الحسن لابن ابي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا ابا الحسن ويا امير المؤمنين فقال يا فاطمة إني شم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابني أم رسول الله فقلت نعمها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي وبسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء صلوات الله ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء اخذ امير رسول الله بطرف الكساء واومع بيده اليمنى الى السماء وقال اللهم ان هؤلاء اهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمه ويحزنني ما يحزنه أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آداه ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم وأذهب عنهم رجس وطهرهم تطهيرا جناب سیدہ فرماتی ہیں میرے خدا بزرگ و برتر نے فرمایا ہے فرشتو اے آسمان کے رہنے والو میں نے یہ مضبوط آسمان پھیلی ہوئی زمین روشن چاند چمکیلا سورج گھومتے سیارے تھلکتا سمندر تیرتی کشتی یہ ساری چیزیں نہیں پانچ افراد کی خاطر اور انہی کی محبت میں پیدا کی ہیں جو چادر اوڑے ہوئے اس پر جبرائیل امین علیہ السلام نے پوچھا پروردگار یہ چادر اوڑنے والی ہستیاں ہیں کون خداوند عالم نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اور رسالت کا خزینہ ہے یہ فاطمہ علیہ السلام ہے ان کے والد بزرگوار ان کے شوہر اور ان کے دو بیٹے ہیں بلند تر صلوات فقال جبرائيل يا رب يا تازل لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضيئة ولا ملكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري
illa wa muhabbatikum naqad azina li an adkhula ma'akum fa hal ka'azanu li ya rasulallah fa qala rasulullah wa alayka assalam ya amin wa hiya allah inna huna qad azintu laka fa dakhala jibrail ma'ana tahta al-kisai fa qala li abi inna allah hadaha alaykum yaqul innama yuridu allah li yadhhiba ankum risra ahl al-bayti wa yutahhirakum tathira baradi تب علی علیہ السلام نے بابا جان سے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ اس چادر کے اندر ہمارا آنا جانا خدا کے نزدیک کیا فضیلت رکھتا ہے اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنایا اور لوگوں کی نجات کی خاطر مجھے رسالت کے لیے منتخب کیا اہل زمین کی جس محفل میں ہمارے شیعہ و دوستدار اکٹھے ہوں گے اور ہماری یہ حدیث بیان کریں گے ان پر خدا کی رحمت نازل ہوگی فرشتے ان کو ہلکے میں لے لیں گے اور جب تک وہ لوگ محفل سے رخصت نہیں ہو جائیں گے ان کے لیے استغفار کرتے رہیں گے اس پر علی علیہ السلام نے کہا خدا کی قسم ہم اس وقت کامیاب ہو گئے اور رب کعبہ کی قسم ہمارے شیعہ بھی کامیاب ہو گئے بلند الصلوات فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي باسن بالحق نبيان واستفان برسالة النجيا ما ذكر خبرنا هذا فيما فلم من محافظ أهل الأرض وفيه جم من شيئتنا ومحبينا وفيه مهموم إلا وفرج الله هما ولا مأموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وخذ الله حاجتا وقال علي عليه السلام زم والله فزنا وسودنا وكذلك شيئتنا فاز وسودوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة بارے دیگر